بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي كل نعمة وأهل كل حمد، الذي انقطعت الألسن عن أداء حق شكره وعجزت عن حمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فله الحمد تعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا حد لغايته ولا أمد لنهايته، يفوق حمد الحامدين ويربو على شكر الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خلق فسوى وقدر فهدى، وله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالطريقة السواء والشريعة السمحاء والملة الحنيفية الغراء، فبلغ رسالة ربه وأدى أمانته وقام بما يجب عليه وجاهد في سبيل الله وعبده حق عبادته حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بأحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المشايخ الكرام والإخوة الأعزة والأبناء النجباء ورحمة الله وبركاته. أحييكم بهذه التحية الطيبة المباركة، وأحمد الله سبحانه الذي أتاح لنا هذه الفرصة وهيأ لنا هذا اللقاء في هذا المكان الطيب وفي هذا المسجد الشريف، من أجل أن نتفيأ ظلال دين الله تعالى، من أجل أن نتفيأ ظلال الإيمان، لنرشف من معينه الدفاق ولنرتوي بخيره العظيم. هذا ولا ريب أن كل أحد يدرك أن الإنسان لم يخلق هملاً ولم يترك سدى، لقد خلقه الله تعالى ليطلع بأمانة وليقوم بواجب وليعبر هذه الحياة إلى حياة المنقلب، حياة المصير التي يجزى فيها بما قدم في هذه الحياة خيراً كان ذلك أو شراً. ولا ريب أن صلاح الإنسان إنما ينبني على التصور الصحيح، لذلك جاء المرسلون جميعاً بالرسالة التي فيها هذا التصور الصحيح الذي يقوم عليه العمل الصالح لتستقيم أحوال الناس جميعاً. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول تعالى: وكذلك بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويبين سبحانه وتعالى دعوات رسله الذين عانوا ما عانوا في سبيل إبلاغ هذه الدعوة، منهم نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام، فيحكي عن كل منهم أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحكت سبحانه وتعالى عن المسيح عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم. كل ذلك من أجل أن يستقيم أود الناس، ومن أجل أن تبنى هذه الحياة في الأعمال والأخلاق والأقوال على التصور الصحيح. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الجامعة المانعة التي اشتملت على كل ما اشتملت عليه رسالات المرسلين من قبله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى الإيمان بالله، وظل بمكة المكرمة ردحا من الزمن وهو يدعو بهذه الدعوة. وعندما انتقل إلى المدينة المنورة، إذ أذن الله تعالى له بالهجرة، كانت هذه الدعوة
بجانب عنايتها بالأخلاق وعنايتها بالعبادات وعنايتها بالأعمال وعنايتها بإقامة أمور الناس وتبيين ما لهم وما عليهم، كان الجانب العقدي أيضا فيها جانبا مهما. ولا ريب أن هذه الرسالة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت بأركان الإيمان التي من خلالها يصلح عمل الإنسان وتستقيم أحواله. هذه الأركان يتميز ركنان منها بأنهما أهم الأركان، لأن جميع الأعمال إنما تناط بهما. فعندما يكون الإنسان مؤمنا إيمانا حقا بهذين الركنين فإنه يكون كأنما أمسك بحبل الإيمان من طرفيه واحتوى عليه من قطريه. ولذلك كان عندما ينزل التشريع من عند الله سبحانه وتعالى مؤكدا فإنه يؤكد بذكر هذين الركنين، وهما الإيمان بالله واليوم الآخر، كما نجد في ذلك كثيرا في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال أيضا: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هما مناط استقامة الإنسان في أعماله وأقواله. ولا ريب أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. هذا الإيمان بطبيعة الحال. لا ريب أن جميع المرسلين كانوا دعاة إليه، والأمم جميعا عندما تمسكت أخذت بحجزة هذا الإيمان واعتصمت بحبله وسارت على نهجه وارتوت من معينه واستضاءت بنوره. هذا الإيمان لا ريب أنه أصابه ما أصابه عند الأمم الأخرى، أصيب بما أصيب به عند الأمم الأخرى بسبب ما دخل على معتقداتهم من معتقدات وافدة وثنية، كالذي دخل على معتقدات أهل الكتاب وغيرهم، فقد أدخلوا ما أدخلوا في إيمانهم بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مع كونهم يصدقون بوجود الله إلا أن إيمانهم به شيب بشوائب متعددة. ولا ريب أن الإسلام الحنيف جاء لينظف هذا الإيمان وليبين للناس أن الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء، لا يمكن أن يشبه بخلقه ولا يمكن أن يشبه به شيء من خلقه، لأنه الإله الواحد الفرد الصمد. ونحن نجد أن سورة من سور القرآن جاءت لترسيخ هذا الإيمان وتعميقه على أبلغ ما يكون. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا رد على جميع المعتقدات الباطلة التي اشتملت
على ما يتنافى مع قدسية هذا الإيمان. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه سبحانه هو الإله الواحد، قل هو الله أحد، وكلمة أحد فيها تأكيد لا تفيده كلمة واحد، كلمة أحد هي أعمق في الدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، هو الذي يصمد إليه دون غيره، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يمكن أن يكافئه شيء من ما يوجد في هذا الكون، لأن كل ما عداه إنما هو مخلوق له، والله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق. هذا ولا ريب في هذه الأمة أيضا شيب هذا الإيمان بشوائب، فنجد أن هناك مشبهة من الناس من شبه الله تعالى بخلقه فوصفوه بما يوصف به الخلق مع أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في هذه الآية الكريمة قطع لدابر التشبيه، ليس كمثله شيء، وشيء هو أعم العمومات، فلا يمكن أن يكون مثل الله تعالى شيء، وهو السميع البصير، ومتصف بصفات الكمال مع كونه منزها عن كل مشابهة لخلقه. ومعنى ذلك أن هذه الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى، وإن كان منها ما يتصف به عباده، إلا أن وصف العباد يبقى وصفا قاصرا ليس كوصف الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وإن وجد في الناس من يسمع ووجد في الناس من يبصر، إلا أنه لا يمكن أن يشبه سمع الناس بسمع الله، أو يشبه سمع الله تعالى بسمع الناس. وكذلك من حيث البصر، لا يجوز أن يشبه بصر الله تعالى ببصر خلقه، ولا يشبه بصر الخلق ببصر الله سبحانه وتعالى. وبجانب هذا أيضا وجد من يشبه المخلوقات بالله سبحانه وتعالى، كإضفاء صفة القداسة على بعض مخلوقات الله تعالى حتى تلحق بصفات الألوهية، وهذا مما لا يجوز بحال من الأحوال، وهو مناقض للتوحيد. فوجدنا من الناس من يلجأ إلى عباد الله سبحانه ليستعين بهم في الأمور المهمة بدلا من أن يلجأ إلى الله. ونحن نرى أن في السورة التي تتكرر في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل عند المسلم، وهي سورة الفاتحة، ما يرسخ عقيدة إفراد الله سبحانه وتعالى بالاستعانة كإفراد الله تعالى بالعبادة. فالله تعالى علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. والله سبحانه وتعالى بيّن في محكم كتابه خطأ هذا التوجه وضلاله وبعده عن الحق، فقد بيّن أن هذه المعتقدات هي معتقدات أهل الزيغ الذين زاغوا عن الحق من الأمم الأخرى، وقد احتج عليه في القرآن بالكثير الكثير، فقد قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ويقول تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ويقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تعالى قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هؤلاء الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى ما لهم من شرك في السماوات ولا في الأرض، أي ما لهم من مشاركة لله تعالى في أدنى شيء، كل ذرة
في هذا الكون إنما هي ملك لله سبحانه، خلقها الله وإليها معاده، لا دخل لأحد في إيجادها، ولا دخل لأحد في تدبيرها، ولا دخل لأحد في تصريفها. فمبدأها من الله ومعادها إلى الله سبحانه وتعالى. فما لأحد من شرك في السماوات ولا في الأرض، وما لله تعالى من ظهير من أي أحد، لم يظاهره أي لم يؤنه أحد على إيجاد شيء مما في السماوات ولا في الأرض، ولا على تدبير شيء مما في السماوات ولا في الأرض. كل ذلك مما يرسخ هذه العقيدة. ويقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ويقول تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثم يبين أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله يتبرؤون يوم القيامة من الذين يدعونهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بدعائهم كافرين. هكذا ينقلب الأمر. فإذا بهذا يتبين أن العقيدة الصحيحة إنما تقتضي أن ينزه الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فلا يشبه به شيئا من مخلوقاته ولا يشبهه بشيء من مخلوقاته. وإذا جئنا إلى الإيمان باليوم الآخر، فلا ريب أن الإيمان باليوم الآخر أيضا شيب بشوائب. نحن نرى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يحرك عزائم الخير في الإنسان، وينهله الإنسان في الوقوع في معاصي الله عز وجل. ذلك لأن إيمانه بالله إنما يقتضي تصديقه بوجوده سبحانه وتعالى، وبأنه وحده المنعم على كل ما في الكون. وإذا كان الإنسان يحس أنه يسبح في بحر نعم الله سبحانه، فإن هذا الإيمان منه يقتضي أن يتجنب معاصي الله عز وجل، لأن عصيانه لله تعالى ينافي هذا الإيمان. ولكن قد تكون هناك دوافع تدفع الإنسان إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، من هوى نفسه ووسوسة شيطانه وتزيينه له، وما زين له في هذه الحياة الدنيا من شهوات وأهواء. كل ذلك مما يجعل الإنسان كثيرا ما يقارف معاصي الله ويبعد عن المنهج الصحيح. إلا أنه عندما يكون الإنسان مؤمنا إيمانا حقا باليوم الآخر، فإن إيمانه باليوم الآخر يجعله يستعلي على رغبات نفسه وعلى نزواتها، ويهيمن على عواطفها، ويسيطر على حركاتها، فتنقاد هذه النفس لأمر الله سبحانه عندما يرسخ هذا الإيمان في قلبه. ولذلك يقترن هذا الإيمان بالإيمان باليوم الآخر، كما فهمنا في كتاب الله سبحانه عندما يريد الله تعالى تأكيد أمر أو نهي، كثيرا ما يقرن ذلك بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها تأكيد الأوامر والنواهي بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا كله مما يدل على أهمية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. هذا الإيمان باليوم الآخر أيضا شيب بشوائب. هذه الشوائب جعلت كثيرا من الناس يتخبطون في هذا الإيمان. فنجد في الأمم السابقة أن هذا الإيمان شيب بشوائب الإرجاء، وهذا وقع عند اليهود الذين كانوا يمنون أنفسهم الأماني،
والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز ما يقطع حبال هذه الأماني على الجميع، على هذه الأمة وعلى اليهود، إذ قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقد أدى هذا الاعتقاد الخاطئ في اليوم الآخر عند الناس أن يؤخروا جانب العمل عن الإيمان، أو أن يفصلوا بين المعتقد وبين العمل. ولذلك سمي هؤلاء مرجئة، لأنهم أرجعوا العمل أي تركوه جانبا. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يحكي عن اليهود كيف كانت أمانيهم، فقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، هكذا كان معتقدهم. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا المعتقد عند اليهود انحرفت كثيرا بهم عن الجادة، وجعلهم يهملون العمل بالكتاب الذي أنزل عليهم، لأنهم كانوا يؤخرون جانب العمل، يرجئون جانب العمل، ويهتمون بالجانب النظري ويؤخرون الجانب التطبيقي، لا يهتمون بالجانب التطبيقي. فقد قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معلولات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم يبين ما يرد على هذا بقوله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونجد أن الله سبحانه وتعالى خاطب اليهود لئلا يغتروا بالأماني، خاطبهم بما يقطع عليهم حبال هذه الأماني الفارغة، بحيث كانوا يتعلقون بأنهم أبناء الأنبياء وأن آباءهم من الأنبياء سيشفعون لهم يوم القيامة وأنهم سيبرؤون عنهم العذاب. فقد قال الله تعالى خطابا لهم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذا كان هذا الخطاب خطب به اليهود، فنحن نجد أن هذه الأمة حذرت من الاغترار بمثل هذه الأماني أيضا. فالله تعالى يخاطب هذه الأمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يخاطب الله تعالى هذه الأمة هذا الخطاب كما خاطب اليهود، ولا ريب أن هذه العقيدة جرأت كما ذكر الله تعالى اليهود على الوقوع في كثير من المخالفات الشرعية، ذلك لأنهم زين لهم ما كانوا يفعلون وصور لهم بأنهم سيكونون بمنع عن المحاسبة أو عن المساءلة أو عن المعاقبة أو عن استمرار العقاب، كانوا يتصورون هذا التصور. وقد انعكس أثر هذا التصور على سلوكهم وأعمالهم، فقد كانوا أهملوا الكتاب الذي أنزل عليهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ونحن إذا نظرنا إلى هذه الأمة وما وقع فيها من المآسي، نجد أن ما أصيبت به هذه الأمة من الانحراف العملي والتطبيقي ليس بأقل مما وقع عند الآخرين عندما انحرفوا في التصور الصحيح في الإيمان باليوم الآخر. فإن انحرافهم عن التصور الصحيح أدى بهم إلى ارتكاب كثير من المخالفات الشرعية، فجانب الكتاب العزيز وجانب السنة الثابتة الصحيحة أطلع. وكذلك نجد أيضا أنهم اتبعوا الشهوات،
وسارعوا إلى المنكرات وانغمسوا في الموبقات نتيجة هذا التصور الذي ذكرناه، بل كانوا يزينون للناس الوقوع في ذلك، كما ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء وابن كثير في البداية والنهاية وابن العماد في شذرات الذهب والذهبي الآخر في كتابه العبر في خبر من غبر، ذكروا جميعا بأنه لما مات عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أراد من حكم من بعده وهو يزيد بن عبد الملك أن يسير سيرة عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رد الأمر إلى المنهج الشرعي، المنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الخلفاء الراشدون، ورد المظالم التي ظلمها بنو أمية الناس وأعاد الحق إلى نصابه. فأراد الذي حكم من بعده وهو يزيد بن عبد الملك أن يسير هذه السيرة، ولكن لم يرق ذلك للناس. ماذا فعلوا حتى يحرفوه عن هذا الاتجاه؟ ماذا قالوا له؟ جاءوا إليه بأربعين شاهدا، كما ذكرنا أن هذه القصة موجودة في هذه المراجع التي ذكرناها، جاءوا إليه بأربعين شاهدا وشهدوا جميعا وهم شيوخ كلهم كانوا من المشايخ، شهدوا بأن الخليفة لا حساب عليه ولا عقاب. هذه شهادة، شهادة افتراء على الله تعالى، شهادة تدل على الانحراف في التصور. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيا من أنبيائه وهو داود عليه السلام، فيقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بما أنزل الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا كان هذا نبي يخاطبه الله تبارك وتعالى بهذا الخطاب، فكيف بغير الأنبياء؟ مع أن هناك الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن الذين يتحملون مسؤولية الناس هم أعظم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلي من أمر الأمة شيئا، ما من أحد يلي من أمر الأمة شيئا فلا يعمل لا ينصفهم ولا إلا أخذه الله تعالى بعذاب من عنده. الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا من الناس. فما معنى هذا؟ إنما هذا المعتقد هو الذي زين لهم أن يسارعوا إلى هواهم، وأن يزينوا أيضا للجورة أن يرتكبوا هذه الموبقات. فإذا الأمة هي بحاجة أن تصاغ صياغة قرآنية، صياغة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصياغة تطهر أولا أفكار الأمة من رجس المعتقدات التي فيها انحراف، كما قلنا الانحراف في الإيمان بالله، بحيث إن كثيرا من الناس يشبهون الله تعالى بخلق أو يشبهون الخلق بالله، وكلا الأمرين عظيم. تشبيه الخلق بالله سبحانه وتعالى أمره عظيم، وتشبيه الله تعالى بالخلق أيضا أمر عظيم، لأنه ليس كمثله شيء، وكذلك بالنسبة إلى الإيمان باليوم الآخر. كذلك مع التصور الصحيح للإيمان النافع، نحن لو جينا إلى كتاب الله من أولئك الذين ينتفعون بالإيمان؟ نجد في كتاب الله تعالى الجواب واضحا. لو جينا نبحث في كتاب الله من أولئك الذين ينتفعون بالإيمان لوجدنا الجواب واضحا صريحا. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يبين صفات المؤمنين الذين يتقبل منهم أعمالهم ويزكيهم ويهديهم ويصلح أعمالهم، فيقول سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم يبين من هم هؤلاء فيقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ذكرت لهم 9 صفات هؤلاء. أول وصف لهم التائبون، هم سرعان ما يتوبون إلى الله ويرجعون إلى الله، لأن مغفرة الله تعالى لمن تاب ورجع. فالله سبحانه وتعالى يقول إنه كان للأوابين غفورا، وتقديم المعمول وهو للأوابين على العامل وهو غفورا، تقديم المعمول على العامل يؤذن بالقصر. وكذلك يبين الله تعالى لمن مغفرته في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، 4 شروط. فهذه الجوانب كلها يجب أن ترسخ في النفوس وأن يدرك الناس هذا الأمر حتى يسارعوا إلى التوبة، يسارعوا إلى الرجوع. أول وصف لهؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم تائبون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والحافظون لحدود الله. نجد أول وصف لهم التائبون، وآخر وصف الحافظون لحدود الله. فهؤلاء يحفظون حدود الله ولا يجترئون على محارم الله. ونحن إذا جئنا أيضا إلى السنة النبوية على صاحبها أفضل النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان 60 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان 60 شعبة، ورمز إلى جوانب متعددة بذكر الأمثلة. ذكر أول ما يرمز إلى العقيدة وإلى القول، فذكر لا إله إلا الله لأنها ترمز إلى العقيدة وإلى القول. ثم ذكر ما يرمز إلى العمل، وذكر من الأعمال ما ربما يستخف به الناس، أي من الأعمال قليلة، ما ذكر الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، وإنما ذكر إماطة الأذى من الطريق لئلا يستهين الناس بالأعمال الخفيفة بحيث يعتبرونها خارجة من الإيمان. وكذلك رمز إلى الأخلاق بقوله والحياء شعبة من الإيمان. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا ريب
أن حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرهما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الأحاديث ليس هو حبا عاطفيا بحتا بحيث يفور ثم يغور ويقد ثم يخمد، لا، وإنما هو حب عقيدة، حب يؤدي إلى امتلاك اللب والسيطرة على النفس. ثم بجانب ذلك من شأن المحبوب، من شأن المحب أن يسارع في هوى محبوبه، وهذا مما عرف عند الناس. فكيف إذا كان الذي يحب هو الله تبارك وتعالى، وكيف إذا كان الذي يحب هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا ريب أن ذلك يقتضي اتباع أمر الله واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يجسد الإنسان في إيمانه، يجسد هذا الحب في عمله، في تطبيقه، في أخلاقه، في كل جزئية من جزئيات حياته. فهذا الجانب يجب أن نكون جميعا على بال منه، وألا يفوتنا أن الحب الصحيح لله تعالى هكذا، وأن الإيمان موقوف على هذا الحب الذي يمتلك المشاعر ويسيطر على الأحاسيس ويهيمن على الأركان حتى ينقاد الإنسان في طريق الخير. والله تعالى المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، ومن حزبه المفلحين، ومن جنده الغالبين، ومن أوليائه المتقين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا خطايانا يوم الدين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.